عندكم تفاوت شاو؟ مش تفاؤل وتشاؤم يعني، انا كنت كلعيبة. بحب العب، انا كنت بحب العب بجزمه معينه مثلا اوكي في الماتشات السوداء في الزمالك صح. مش في الزمالك عامة، مش ماتش معين، مش ماتش الزمالك أوكي. يعني كان بيبقى في سيستم بنمشي على، انا بمشي عليه في الماتشات كلها فاهم، فبمشي عليه اوكي. لكن ماتش القمه ما كانش له مثلا سيناريو معين، ما افتكرش او ماتش فاينل او يعني ماتش كبيره يعني. خلي بالك بيبقى هو كل واحد أوكي. طبعا التركيز بيبقى اعلى في ماتشات اكتر، ماتشات كل ما تبقى اصعب وفي ليفل اعلى بتبقى بتركز كلاعب اكتر طبعا وبتتشد اكتر، ازاي تطلع من الشده يعني. بركات ما كانش بيعمل كل حاجه هزار هزار قدام المدرب ورا المدرب في بتاع مش اي حاجه، هو بالنسبه له كده اوكي. فما ما تقدرش تقول له انت جاي ماتش يوم ماتش الزمالك تعمل كده، لان هو بيعمل كده كل ماتشات. جمعه غير كده، جمعه على طول مبوز وعامل لوشه كده وائل جمعه. فكان يجي لو ما يجيش مثلا ماتش الزمالك يضحك. ايوه فاهم، كل الماتشات بيعمل كده. فهي ما بتبقاش ماتش الزمالك او الماتش النهائي او كذا، ولكن هي مش تفاوت شاو، هيتعود. نعم تعود، مش تفاوت شاو. سيستم انت بتمشي عليه، تصحى الصبح في ناس تصحى تفطر الصبح مثلا كرواسو وعسل، في ناس تصحى الصبح تفطر فول وبيض وطعم كل حاجه. بس كان ساعتها مفيش دكتور تغذيه. مفيش دكتور تغذيه. لا ما كانش، احنا دكاتره نفسنا. فكانت يعني على حسب الدنيا وكل واحد متعود يعمل ايه في اليوم ده. الماتشات كانت بتبقى غالبا الساعه 9 بالليل، فتصحى في ناس كانت لازم تصحى 9 الصبح عشان تفطر، في ناس لو يعني لو ايه مش لو تصحى 8 ونص قبل الماتش بنص ساعه يبقى حلو. فكل واحد وتعوده وطريقه. معرفش، اعتقد ان كل لعيبه الكوره كده الايام من ساعه ما انا يعني كنت بلعب لغايه ما بطلت يعني. اوكي. ازيك يا كريم؟ ازيك يا بسلام؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله تعالى. مبروك عليكم. مبروك لنا كلنا. مبروك عليكم الدوري، مبروك عليكم الكاس، مبروك عليكم كل البطولات اللي فاز بها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. طبعا اعتقد الموسم ده يعني ممكن العنوان بتاعه نتائج التعب ونتائج بعد تعب شاق. الموسم ده الخماسيه اتحققت لغايه دلوقتي. طبعا احنا بنتكلم على موسم طبعا استثنائي. احنا يعني الكره الاجنده المصريه فيها اتنين سوبر وكاس قديم وكاس جديد. بس السنه الجايه هنقول كاس قديم وكاس جديد. بالظبط، لسه يعني هو الحاج عامر حسين اكد لنا خلاص احنا السنه الجايه ان شاء الله هنقول كاس قديم وكاس جديد، يعني هنلعب سيمي فاينل وفاينل السنه الجايه. وبالتالي اعتقد السنه دي بالذات احنا مرينا بمراحل دراميه. يعني اعتقد النهارده اي صانع دراما في السينما ممكن يعمل مسلسل الموسم ده بصراحه، بدايه من تولي مارسيل كولر المهمه وصولا لغايه خماسيه الخساره بالخماسيه من سان داونز، وبعد كده طبعا عوده المنتقم اللي النادي الاهلي تقمص دور الراحل فريد شوقي وانتقم من كل الناس اللي احتفلوا عليه في ماتش 5-0 في 5-2 بتاع سان داونز واكل الاخضر واليابس. وصولا طبعا النهارده النادي الاهلي عنده طبعا لسه ما زال بطولات جايه ان شاء الله، بس اكيد الموسم ده موسم استثنائي واكيد الناس تعبت. اداره بصراحه لازم يعني اتمنى بصراحه برضو لازم احنا في المنظومه نبقى اوكي لما تحصل مشكله. طبعا احنا بنلوم الاداره وبنوجه سهام النقد، بس انا برضو اتمنى بصراحه ساعه الانتصارات وساعة تحقيق الأهداف الناس برضو تشيد بالإدارة. ما ينفعش تلغي الإدارة في حتة وتجيبها في حتة. برضو الجهاز الفني بصراحة مارسيل كولر عجبني جدا جدا. الراجل ده من دي وان اختار سيستم وصبر لغاية لما خد نتائج السيستم بتاعه. هنتكلم طبعا أنا وثابت على طيب حاجات كتير من التحكيم المصري.